تلعب سريع الآن الحقباني يحاول يعدي بدر ولكن عليه أكثر من لاعب. التايب يقطعها يعدي التايب من أكثر من لاعب يمر له كرة للعنبر وفرصة هدف ثانية. محمد العنبر على يمين حارس المرمى لعب له كرة أيضا بلمسة ليبية من طارق التايب لدغها لمسها الحارق طارق لعب له كرة بشكل رائع لمحمد العنبر، والهدف الثاني لمصلحة الفريق الهلالي، الثالث لمحمد العنبر. إذا ما تحدثت عن محمد مرر له كرة، شوف ان لحظه التمرير يبدو الى وجود التسلل في اللقطه الماضيه، وهنا ايضا العنبر والتسديده على يسار حارس المرمى وليد عبد